لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الفيديو طائر المذبوح فينيش. أما تسمية هذا الطائر بالمذبوح جاءت من خلال وجود خط أحمر أو أصفر تحت الرقبة. أما عن أعشاشه فهي تشبه أعشاش الفنجس أو الزيبرا فينيش، ويفضل أيضا نفس أعشاش الكناري المتواجدة في الأقفاص. أما عن تكاثر هذا الطائر فهو يضع في العش من 3 إلى 7 بيضات، والرقود على البيض من خلال الأنثى 2 أسبوع لتخرج الأفراخ. إن التفريق بين الأنثى والذكر هو واضح، لأن الذكر يكون لديه خط تحت الرقبة، أما الأنثى لا يوجد لها أي خط تحت الرقبة. وأيضا ميزة التفريق بين الذكر والأنثى يكون الفحل أو الذكر مغرد. أما عن تكاثرها في الأقفاص أو الخانات فلا بد من وضع زوجين أو أكثر في القفص، يتبادل الذكر مع الأنثى في حضن البيض. أما عن غذائها فيتأكل نفس طيور الفنش الزيبرا، ولكن تختلف فقط فإنها تفضل الديدان أو القبابي لتمدها بالبروتين. سن البلوغ للتزاوج هو تقريبا 6 أشهر. وأخيرا أصدقائي، عسى أن استفدتم من موضوع الفيديو عن الطائر المذبوح فينيش. اشتركوا بقناتي التي عمرها من 2017 وفعلوا الجرس. تحياتي ليكم وآسف على الإطالة.